ذلك. مسلسلات شريك، حصة صغيرة، الإيرانيين شريك لقائد يونان الذي بيقوله غير هيك كذاب، والأثرياء الحق. فما حدا رح يستثمر لا الإيرانيين ولا المؤسسة بمصاري. مين بقي؟ أثرياء الحق. من أين يحصلون على المال؟ من خلال سيطرتهم على الشركات. يعني أبدا ما في صلة، وأبدا ما في وضوح بأنه أثرياء الحرب هم من يرسمون الخازي الخطط الشيطانية لكل شيء. الله يكون في عون عمكم وعون عليهم، ولعنهم الله ألف لعنة. أفقروا البلاد وجوعوا العباد. كل شوي يبعثوا لك رسالة استهلك من رصيدك، استهلك من رصيدك. أنا ما استخدمته لرصيدي لأستهلكه. هي من الخطط الشيطانية اللي بتنعمل بلا ما تعمل زيادة أسعار.